اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صحافه المساء، نستعرض فيها ابرز ما اوردته الصحف المحليه والعربيه والعالميه في اليمن. أهلا بكم. سلط موقع المهرية نت الضوء على تصريحات لمنظمة أوكسفام الدولية التي قالت إن ملايين اليمنيين يكافحون من أجل النجاة وسط مستويات كارثية من الجوع. محسن صديقي مدير مكتب منظمة أوكسفام أوضح أنه من غير الجائز أن يصبح الملايين من الناس في اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة بينما يكافحون للنجاة في ظل مستويات كارثية من الجوع، بالإضافة إلى الصراع ومحاولة الوقاية من انتشار فيروس كورونا والكوليرا. صديقي يقول إن المانحين لم يقدموا سوى نصف الأموال المقررة لهذا العام بغرض مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً بالضروريات الأساسية للحياة كالمياه النظيفة والغذاء والدواء. تطرق موقع الخليج أونلاين في تقرير له للسر الذي يجعل الإمارات تمنع اليمنيين من دخول سوق قطر، حيث يقول إن أبوظبي لم تكتفي بمنع المسؤولين اليمنيين من العودة إليها بل تقوم بعملية تغيير ديموغرافي يمنع العاملين اليمنيين من دخول الجزيرة إلا بإقامة عمل ضمن مساعيها لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للجزيرة. ووفقا للموقع فإن هذه التحركات الإماراتية المتسارعة بجزيرة سقطرة تأتي في سياق تحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية إماراتية إسرائيلية، لا سيما بعد الإجراءات الإماراتية ضد اليمنيين في الوصول إليها حيث كان آخرها منع الوافدين للعمل في الأرخبيل. ولفت الموقع إلى أن الإماراتيين هدموا إحدى المناطق الأثرية المطلة على البحر لبناء قصور شخصية، كما قام المندوب الإماراتي خلفان مبارك المزروعي بشراء أراض بمساحات شاسعة في السواحل بالقرب من الميناء وأخرى في منطقة نوجد. منظمات قالت إنها حصلت على معلومات من مصادر عربية وفرنسية تفيد بأن إسرائيل والإمارات ستنشئان بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخباراتية العسكرية في جزيرة سقطرة. نشر موقع الجزيرة نت تقريرا عن استهداف ممنهج للتراث اليمني من قبل طيران التحالف السعودي والإمارات، حيث يقول إن المواقع والمعالم الأثرية المتضررة مباشرة بسبب القصف تبلغ قرابة 100 موقع ومعلم أثري. وبحسب التقرير فإن هذه الإحصائيات خارجة عن الأضرار غير المباشرة التي تعرضت لها الآثار من نهب ونبش عشوائي، علاوة على التدمير الكلي والجزئي لعشرات المواقع. ويلفت إلى أن حصار التحالف وضعف الإمكانيات ساهم أيضا في تدمير المواقع الأثرية والتاريخية مثل ما حصل لمدينة صنعاء القديمة وغيرها من المدن التي تضررت من الأمطار والسيول. ويشير الموقع إلى أن معظم الآثار والمعالم التي استهدفت يعود تاريخها إلى أكثر من 4000 سنة وتعد ضمن قائمة التراث العالمي. أورد موقع مصدر أونلاين خبرا عن قيام مسلحين مجهولين يقودون دراجة نارية باعتراض الأكاديمي خالد عبدو الحميدي وهو عميد كلية التربية في محافظة الضالع بالقرب من مستوصف التضامن في عاصمة المحافظة، قبل أن يبدأ أحدهم بإطلاق الرصاص عليه ما أسفر عن مقتله على الفور. ووفقا للموقع فقد قامت السلطات الأمنية عقب الحادثة بإغلاق الطرق بحثا عن منفذي العملية. ويلفت الموقع إلى أن دوافع الحادثة لم تعرف حتى الآن، وهي عملية الاغتيال الثانية خلال أسبوع في محافظة الضالع الخاضعة لسيطرة ميليشيا انتقالي الممولة إماراتيا.
في موقع حيروت نقرأ فيه قصة الطبيب السويدي بيورن الذي عمل بكل جد وتفان وإخلاص في مساعدة اليمنيين وعلاجهم متنقلين في مختلف المحافظات ومن بينها زبيد وتعز وحجة. ناشطون يمنيون طالبوا السلطات اليمنية للمسارعة بتكريمه نظير الخدمة الإنسانية التي قدمها لليمنيين طوال هذه السنوات. ويلفت الموقع إلى أن الطبيب السويدي بيورن لا يزال حيا، كما أن تعلقه باليمن وذكرياته فيها مستمرة حتى مع تقدمه في العمر، كما يقوم بمشاركة صور خاصة به في مناطق خدم فيها الشعب اليمني في مجال الطب. ونشر موقع أجو فود البريطاني إعلانا يعرض فيه بيع عناكب نادرة تسمى مونو سنتروبوس وتنتمي لجزيرة سقطرة بسعر يبدأ من 24 جنيها استرلينيا فما فوق. خبراء البيئة قالوا إن هذا النوع من العناكب باتت ثروة ومجالا جديدة لتجارة واسعة غير مشروعة تقدر بملايين الدولارات. وبحسب الخبراء فإن هذا النوع من العناكب ينتمي إلى فصيلة عناكب الرتيلة الأليفة، والاسم الشائع له هو عنكبوت البابون السقطري الأزرق، ويعد من أكثر الأنواع المطلوبة في العالم بعد دخوله في تجارة الحيوانات الأليفة خلال السنوات القليلة الماضية. ويوجد هذا النوع من العناكب في جزيرتي سقطرة ومدغشقر، وهو من العناكب الطائرة وتحظى بشعبية كبيرة بين هواة تربيتها. موقع المشاهد نت يطالعنا بتقرير عن الزواج المبكر لأولياء الأمور، حيث يقوم ولي الأمر بتزويج ابنته بالرغم من أنها لا تزال طفلة، حيث يقول إن السبب من وراء ذلك هو الجهل والفقر وثقافة العيب. ووفقا للموقع فإنه لا توجد هناك إحصاءات واضحة أو حتى تقريبية لضحايا الزواج المبكر، لكن هناك إحصائية قديمة للأمم المتحدة استندت عليها منظمة هيومن رايتس ووتش تفيد بأن 52% من الفتيات تزوجن دون سن 18 في اليمن، أي قبل تجاوزهن السن القانونية لسن الطفولة. ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن 14% من الفتيات اليمنيات المتزوجات تم تزويجهن قبل سن 15، وهي مؤشرات عالية الخطورة تنتج عنها مشاكل صحية واجتماعية لا يقف تأثيرها على الفتيات الضحايا بل تتجاوزهن إلى أطفالهن. شذا القرشي وهي ناشطة مجتمعية مهتمة بقضايا النساء قالت إن الزواج القاصرات لطالما تم اعتباره جريمة مكتملة الأركان بحق الفتيات قبل بلوغهن السن الإنسانية قبل القانونية. ركز موقع المهر خبور على إعلان قبائل ووجهاء مشايخ منطقة قعرة جنوب جزيرة سقطرة تأييدهم الكامل للسلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبد رب منصور هادي. الشيخ نوح فعرهي قال إن قبيلته تقدر الجهود التي تلبيها القيادات الوطنية في السلطة الشرعية في سبيل خدمة أبناء القبيلة وشرائح المجتمع السقطري كافة. وأشاد الشيخ فعرهي بما يقدمه الشيخ عيسى بن ياقوت شيخ مشايخ سقطرة من جهود مبذولة وخطوات نبيلة ومشرفة لشرائح المحافظة كافة، معربا عن أمله في عودة بن ياقوت إلى الجزيرة بصحة وسلام. وناشد شيخ مشايخ قبائل قعر السلطة الشرعية بتلبية مطالبهم الخدمية وما يحتاجونه من مساعدات في جانب العمل الإنساني والخيري. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام برنامج الصحافة لهذا المساء، إلى أن نلقاكم في الغد في أمان الله.